هو ده يا معلم. يلا يلا يلا. ها ابو ربيعه بقى، ابو ربيعه بقى، ابو ربيعه اللي جايه دي، ابو ربيعه اللي جايه دي يا معلم اهي. اخو كبير اهو، اخو كبير اهو يا ناس، يا ناس يا ناس اهو يا معلم. يا بركه دعك يا ابو الغوالي، هو ده يا معلم يا معلم اهي. مش عارف يا جماعه اعمل ايه مع الولد ده. ها 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 ايه ده؟ كرشينه تلعبوا مايستر؟ مايستر ايه يا شيخ حسن يا اوفر؟ بس بقى يا شيخ حسن ايه بنضيع وقت يا شيخ حسن؟ مالك ولما تحبوا تضيعوا وقت تلعبوا مايستر؟ الواحد حظه ماتش والكوميدا حلوه يا ولا، حلوه يا ولا. ايه ده يا كبير؟ ده كومي؟ اه انت حرامي، انت بتلعب من كومك. الكومي نزل قبل كده يعني غشاش وعبيط. دي رابع مره تنزل الكومي من ايدك. انت بتقول يا ابراهيم رابع مره؟ رابع مره تهامي. يا نهار اسود ده حرام رسمي يا ابراهيم. وانت ساكت له ليه يا تهامي؟ ما كنتش واخد بالي. اضربه يا تهامي. يا نهار اسود بقى هتعمل ايه؟ مش تعمل ايه بقى؟ انت نصاب. بقول لكم ايه لعن الله الميسر ولاعبيه. ما انت شايف. شايف ايه؟ اهو الميسر كان هيوديكم في داهيه اهوت، هيخليكم تشبكوا مع بعض. لما تحبوا تلعبوا بجد العبوا حاجة تعملوا فيها مخكم، شغلوا فيها دماغكم، مش اي حاجة كده. ايه ميسر يا اخي، العبوا استيميشن مثلا. استيميشن؟ تحس تقول لي شيخ حسن انت بتعرف تلعب استيميشن؟ اعرف العب استيميشن، ده ايام ما كنت في السجن. ما تفكرنيش يا حسام. ايه يا سلام، كانوا الظباط يبدلوا عليا ان بطشيع عشان العبهم استيميشن. انت بقول لك على حاجه؟ قول لي. عارف هم كانوا مسميني ايه؟ ايه 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 حسن استميشن. راجل انت راجل هلال. العب يا اخي العب 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 يلا العب وريك. قول لي كويس ماشي حبيبي، لم نفسك. انت هتقعدوا تطعني في الاوضه كتير كده يا شيخ حسن؟ بقى ده عدل يرضي ربنا؟ الدور على حسام. انا لا ابراهيم ولا حسام ولا اي حد. وتهامي نزل قال لي 5 دقايق وبقى له نص ساعة. ابعتوا لي أي حد. شوف دي عبد الجليل عندك. حاضر يا زاهد. يا جماعة ابعتوا لي أي حد عايز أنزل أشم شوية هوا، حرام عليكم بقى. يوه بلاش خوت. خليك معايا شكله جه. ناس تسيع وواحد يقعد جنب الشرطة يخدمكم بقى إن شاء الله. عامل إيه؟ الحمد لله تمام والله. إيه؟ يا حسام يا إبراهيم يا عبد الجليل الحقوني يا جدعان الحقوني. يوه في ايه؟ ايه الصوت ده؟ صوت ايه؟ زهر؟ بص بقى، اللي هنطلع من هنا نقعد في مكان هادي. مكان اهدى من كده؟ لا لا، مكان هادي هادي خالص، ما فيهوش صريخ ابن يومين. ها ونقعد بقى ايه قدام بعض كده، ما نتكلمش، نبص لبعض بس. انت الدرجه دي بتحب الهدوء؟ انا بعشق الهدوء، خصوصا لما يكون مع حد بحبه. Oh!
يا حضر الضابط، أنا ناجي عطلة دبلوماسي سابق، ودي الدكتورة كاميليا خطيبتي ومن الأمم المتحدة. انتوا كده بتضيعوا وقتكم وبتضيعوا وقتنا كمان. يا فندم احنا ناس لينا وضعنا، أنا مش فاهمة انتوا بتحققوا معانا ليه، احنا ضحايا. استاذ ناجي أرجوك ما تعصي، هي إجراءات بتعرفها حضرتك منيح.